التاريخ ديال المغرب دازو بزاف ديال الشخصيات اللي حياتهم تقدر تكون درس لينا كاملين. هاد الدرس غادي يكون يا اما عبره او لا يكون تشجيع باش نديرو اي حاجه بغينا. من بين هاد الشخصيات كاينه توريا الشاوي، اول بيلوت مرا في المغرب لافريك ولموند العرب. توريا الشاوي تزادت في 14 ديسمبر 1936 في المدينه ديال فاس. الاب ديالها عبد الواحد الشاوي كان في هذاك الوقت ان جورناليست من لي جورناليست الاولى المغاربه اللي كيكتبوا اون فرونسي، وكان مسرحي معروف، كان كيكتب وكيدير لا ميزون سين وكيمثل. توريا ملي كانت صغيره وهي عزيز عليها لي جوي ميكانيك بحال الطوموبيلات والطيارات، وكان كيعجبها تشوف لي زافيون اللي كيدوزو فوق مدينه ديال فاس. واحد النهار مرضات بواحد المرض صدري، والطبيب قال للاب ديالها ياخذها في رحله بالطياره، وكانت هذيك اول مره غادي تجرب فيها توريا ليكسبيريونس ديال الطيران. قرات البريمير والكوليج ديالها في فاس، وكانت مثلات في دي فيلم ملي كانت صغيره مع باباها. كبرات توريا والى انسيستي باش تدخل المدرسه ديال لافياسيون. كانت هذاك الوقت مدرسه وحده ديال لافياسيون في المغرب، فتيت من الليل حدا كازا، والمغرب كان في هذاك الوقت تحت الحمايه الفرنسيه، وهذيك ليكول كانوا كيقراو فيها غير لي فرونسي، وبالضبط غير ليليت فرونسيز. كان صعيب بزاف على بنت مغربيه تدخل وتقرا معاهم، ولكن لو فات ان باها كان معروف عاونها باش تقبل في هذيك ليكول. من بعد دي زاني صعاب ديال القرايه وديال لي ساكريفيس اللي دارت العائله ديال توريا، جا النهار اللي غادي تاخذ فيه سون ديبلوم ديال قائده الطائره. في 1951 كان الامتحان ديال توريا الشاوي، وكان عندها 15 عام. هاد الامتحان باش تولي بيلوت، وكان هذاك النهار الجو خايب. كاين اللي كيقول بلي المدرسه اختارت لتوريا هذاك النهار بالضبط باش ما تنجحش. دوزات توريا الشاوي ليبروف وطارت 3000 متر دالتيتود، ودارت استعراض على 40 كيلومتر، وموراها هبطات وسط صفيق ديال لابريز وديال اللجنه ديال الامتحان. في المذكرات ديالها كتبت توريا لباها بلي ملي كانت كدوز ليبروف كانت اسعد لحظه في حياتها، وبلي ما كانتش خايفه وكانت متاكده من لا ريوسيت ديالها، واخا كانت كتشوف غير الضباب، وبلي كانت تايقه في لو سافوار ديالها. فهداك الوقت كانوا لي بيلوت فام قلال في العالم، وكانت توريا هي اول فام ماروكين افريكان عرب تكون بيلوت. كتبت عليها لا بريس ناسيونال وحتى مونديال. النادي الجوي للأجنحة الشريفة كان أورغانيزا اون فيت ليها، وبداو كيجيوها لي فيليسيتاسيون من كل جهة. من بين الناس اللي باركولها وشجعوها كان محمد بن عبد الكريم الخطابي وعلال الفاسي والاتحاد النسوي الجزائري والتونسي ولافياتريس فرونسيز جاكلين أوريول والملك ديال لا تونيزي ولا ليبي، وبزاف ديال الشخصيات كان منهم حتى الملك محمد الخامس اللي استقبلها في القصر ديالو مع الأميرات. توريا الشاوي ما كانتش مهتمة غير بلافياسيون، كانت انتريسي حتى بلا ليتيراتور وخصوصا الشعر والقصة القصيرة، وخدات فيهم بزاف ديال الجوائز. كانت مهتمة حتى بالعمل الجمعوي وأسات جمعية أخوات الإحسان، وكانت سفيرة القضية النسائية في مؤسسة لالة أمينة اللي كانت كتعاون البنات وكتدعم تحرير المرأة، وناضلات ضد الاستعمار وطالبات بعودة الملك محمد الخامس من المنفى ديالو. وملي رجع كانت فرحانة وطارت فوق الموكب ديالو، وملي نزلات مرضات وداوها الدار البيضاء، دارت الفحوصات واكتشفت أن المرض ديالها ملي كانت صغيرة رجع. من بعد تكفل الملك محمد الخامس بالنقل ديالها لسويسرا، فين بقات 6 شهور تعالجات فيهم ورجعت المغرب. ما بين 1954 و 1955 تعرضت توريا الشاوي لأربعة ديال المحاولات ديال الاغتيال، حتى كان جا علال الفاسي وقال لباها يخرج من المغرب حيث كان خايف على الحياة ديالها. أول محاولة كانت قنبلة حدا الفيلا فين كانت كتسكن، ولكن حتى حد ما مات واخا كانوا ديديكا. تاني مرة كانت طلقات ديال الرصاص عليها هي والأب ديالها، ولكن ما تقاسوش. ومراها مرة ثالثة كانت في لافواتور مع الأب ديالها عاوتاني، ومرة رابعة ولكن كانت ديما كتفلت منها، حتى غادي يجي نهار لو 1 مارس 1956.
كانت مؤسسة لالا أمينة نظمات واحد لافيت بمناسبة أن المغرب لو لوندومان كان غادي يعلن على الاستقلال ديالو. كانت معروضة لهاد لافيت توريا الشاوي، ومن بعد ما سالات رجعت للدار هي وخوها الصغير، ويلا هبطوا من الطوموبيل وماماهم كطل عليهم، جا شي حد من اللور وضربها بالرصاص وطاحت توريا الشاوي. خوها كيقول بلي داك الساعة ما استوعبش وكان كيحسب لي داكشي اللي كيوقع ماشي بالصح حيت كان صغير، وبلي ما عرف بلي داكشي كله اللي كيوقع بالصح حتى سمع الام ديالو كتغوت. لغد ليه واللي هو كان يوم الاعلان على الاستقلال في المغرب، كانت الجنازه ديال توريا الشاوي واللي شيعها اكثر من 60 الف مغربي اللي كانوا كيعتبروها اون فيغتي ناسيونال. لحد الان كتختلف الروايات على شكون اللي قتل توريا الشاوي. كاين اللي كيقول بلي كان ضابط مخابرات مغربي كانت رفضت تجوج بيه، وكاين اللي كيقول بلي السبب كان هو الرمزيه ديال توريا الشاوي كمدافعه على المراه وعلى الوطن والانتغراسيون ديالها في المجتمع المغربي والعلاقه ديالها مع العائله الملكيه، ويمكن حيت ولات سامبول ديال المراه المغربيه. وهذا الراي كيرجح ان الاستعمار الفرنسي هو اللي كان وراء الاغتيال ديالها. القصه ديال توريا الشاوي واخا ما كانتش النهايه ديالها زوينه، يمكننا نتعلموا منها اننا نقدروا نوصلوا لاي حاجه بغينا واخا تكون كتبان امبوسيبل.